what you can't finish. متابعين حلقة الليلة يلي هي خاصة بفالنتاين، في علبة حد طلبوا مني ما افتحها غير على الهواء، بقى رح افتحها دغري على الهواء. بعد وجهك يا فلان. لا ما بجد. لكن من الإعلامية جمانة أبو عيد بدنا نقول لها ثانكس كثير لجمانة. سبيكينج روزز. ليك شو بعضوين. وبدنا نقول لها باي ذا واي بدنا نقول لها مبروك كمان لجمانة على المحل الجديد سبيكينج روزز، بتكتب على الوردة وبتكتب بالذهب بحبك اي لاف يو وبحبك بيير اند اول ذا تيم بي ماين جمانة. هلا ايم يورز. جمانة بعيد لك ألف مبروك على سبيكينج روزز المحل الجديد اللي فتحته بكليمانسو وعم حلو كثير عم بيقولوا لي كمان جمانة قسم من حق هول الورده بسبيكينج روزز رح يروح ريعون للتشيلدرن كانسر سنتر مثل ما دائما وعدتنا. جمانة بعيد دائما بهاللفته الانسانيه مثل هيك بنوجه لك تحيه كثير كبيره وشكرا كثير للبوكيه والارانجمون. تابعين من الاخر وهلا بلا قطع عن حديثكم. تعرفوا على بعضهم بالمدرسة اللبنانية للضرير والقصام، اثنيناتهم بيتعلموا بهالمدرسة، هو شبه مكفوف وهي مكفوفة بالكامل، نشأت بيناتهم قصة حب مليانة أحاسيس ومشاعر، رح نستقبل سوا وموجودين حدا عتلته بليلة عيد العشاء عبده ويسرى تيخبرونا أكثر على علاقتهم الحبية. مساء الخير يسرى، مساء الخير عبده. مساء النور. أهلا وسهلا فيكم. أهلا فيك. عبدو يسرى علاقة حب بجامعتكم من كم سنة؟ ستة. ست سنين بتحبوا بعض؟ كيف تعرفتوا على بعض؟ كنا تلاميذ بالمدرسة وتعرفنا على بعضنا وصار في علاقة حب بيناتنا وبعدنا مكفين وإن شاء الله رح تستمر تتطور أكثر. أكيد إن شاء الله تتطور ونفرح منكم. عبدو يسرى مساء الخير. مساء النور. خبرينا وقت تعرفت على عبده كيف تقربتوا اكثر من بعض وهل علاقه الحب كيف بلشت وانت كيف قدرت تميز عبده عن باقي الاشخاص اللي كانوا معك بالمدرسه؟ اوكي انا عبده اول شيء كان صديقي. نعم اول شيء وبعدين انه هيك حكي معي وانه قال لي كلمتين حلوين وقال ايه قال لي قال لي انه بده يحكي معي واللي ميز عن باقي الشباب انه هو كثير حنون وقلبه طيب. اه يا عبده. كيف بيعبر الشخص المكفوف عن حبه وكيف فيك تميز انه هو حنون اكثر من غيره؟ هلا بالنسبة للتعبير انه انا هو بيعبر مثله مثل غيره يعني انه نعم. عادي انه مثله مثل غيره مثل اي شخص بيقشع يعني بالنسبة للتعبير اكيد مش ضروري معاملته يعني اللي خلتني احس انه هو هيك حنون وهيك انه انا احيانا بغلط وهيك وما بسمع الكلمة بتعذبيه شكلك بتعذبيه لعبده مثل شو خبرينا مثل شو ما مش خاطر على بالي شيء هلا حاليا شو عبده يعني اذا بدي اظهر على محل نعم افترضنا ممكن يكون معارض شوي بغار عبدولا شو القصة يا عبده بتغار؟ هلا الغيري لابد لغنى عنا يعني وكل انسان بغار يعني خاصة إذا بحب مضبوط خبرونا امتين رح نفرح منكم؟ ان شاء الله قريبا نحن عم نسعى لانه نلاقي وظايف هلا ان شاء الله نلاقي وظايف وبعد الوظيفه بيناتكم عندكم شهادات جامعيه نعم بشو انا مجهز بالعلوم السياسيه والاداريه وهي مجهزه بالتاريخ انا تاريخ بالتاريخ لكن بركي الاشخاص اللي عم يحضرونا اليوم صعب كثير تلاقوا وظيفه بالجامعة بيساعدوكم تلاقوا وظايف لا كل واحد لازم هو يتكل على حاله كل واحد لازم يتكل على حاله وان شاء الله خير يا رب يعني نحن وإن الله رد إذا لقيتوا الوظيفة رح تتجوزوا؟ إن شاء الله أكيد
طب انا بدي اعرف منكم عبدو شو اكثر شيء بتحبه بيسرى، ويسرى شو اكثر شيء بتحبيه بعبدو؟ بالنسبه لي انا نعم. انا قلت لكم انه حنيه وطيبه قلبه. اوكي وعبدو انا بيعجبني فيها انه بنت ريكز وجديه مش ما بتظهر. لا طب في كوبل بغنوا كتير مشهورين اسمه أمادو وميريام، اثنيناتهم عميان وبغنوا سوا لهم فترة وكتير مغرومين ببعضهم، يعني حتى الأغاني تبعهم كتير بعبروا عن الحب لبعضهم من خلال الأغاني. في مرة ميريام لأنه في عن فيها مجال ترجع تقشع قالوا لأنه فينا نعمل لك عملية بترجع تقشعي، رفضت لأنه حست عبالة تضل بهيدا العالم يلي هن اثنيناتهم موجودين فيه. إذا حدا منكم رجع إشع بتحسوا إنه بتتغير العلاقة بيناتكم؟ ما لا، الشغلة بترجع على الأشخاص، بترجع على الوفاء بيناتهم. أنا بقول نفسيات إنها ما بتسمح لنا إنه ممكن نغير نفسيات بتيجي نفسيات هلا بتحبوا بعضكم يعني. لا هلا أنا بقولكم إذا رجعتوا تقشعوا يعني كل واحد أحلى من الثاني يعني. ما شاء الله عليكم بس كيف تتخيلوا بعض يعني؟ عبدو بدي اسالك كيف متخيلها انت ليسرى؟ لا انا بقشع شوي، انا كنت اشع اكثر من هيك، بقشع شوي وانا وصف له شكلي يعني مشان هيك بتغار عليا. شايف الجمال عندك يسرى؟ شو عندك، شو بتحلمي، شو حلمك؟ كل صبيه حلمها تتعرف على رجل احلامها. تعرفت اليوم على عبدو وبعدين كون انا وياه بنفس البيت. جيبي اولاد، بتحب تكون ام؟ ايه اكيد، مش حلو الزواج بلا اولاد. حلو كثير. انا ما هو اللي بيخلي. رولا منصور، انا بس بدي اقول لكم انه الخيال مرات احلى من الحقيقه. نحن بنقرا كتب وبنتخيل وبعدين بس نرجع نحضر الفيلم تبع هالكتاب بنرجع دائما بنكون بنلاقي الكتاب احلى. ايه بنلاقي الكتاب احلى لانه دائما الخيال احلى. بس بدي أقول لكم أنه أنا كتير مبسوطة فيكم اليوم وعم نتعلم أنه الجمال الداخلي هو أهم بكتير بكتير من الجمال الخارجي، وأنتوا أكبر برهان. من الآخر راشد بحصلي، بدي أقول لكم شغلي بالحب عادة بيقولوا من العين للعين والقلب للقلب بيصير، بتكون بلشت علاقة بنظرة بنظرة قلب للقلب، أنتوا اختصرتوها وجاي أقوى بكتير، بلشت من القلب وخلصت بالقلب. بهنيكم. أنا كمان دائما بتذكر جملة سانت إكزيوبيري اللي بتقول إنه المهم من شعب بالعين شعب بالقلب، فأنتوا أكيد بتقشع أحسن منا بكتير. والله يخليكم لبعضكم ويكبر حبكم على بعض. أنا بتمنى لكم إنه تتجوزوا قريبا وتحققوا أحلامكم لأنه بيلبق لكم بنين بتحبوا بعضكم كتير. رولا منصور، وانا كمان بدي زيد على الامثال، في مثل بيقول الحب اعمى، قد ما واحد بينغرم كثير ببطل ايش هالشيء، بقى كلنا بالهوا سوا مثلنا مثلكم. شاش حرب، بعد في الحب اذا بعد في الحب من اول نظره كمان رح نشيلها هي، رح نقول من اول احساس ومن اول لمسه. وعن جد انا كمان مثل الياس بتمنى لكم تلاقوا شغل أسرع وقت ممكن وتتجوزوا وتربوا عائلة، لأنه هيك محبة بين اثنين حرام ما تترجم بعائلة وولاد. الله يوفقكم. عبدو يسا كلنا أكيد بعيد الحب بتحبوا توجهوها لكل الأشخاص اللي بيحبوا بعضهم. إذا حب رح بلش معي كسرة. ما يزعلوا بعضهم مثلا كل اثنين وينعاد عليهم إن شاء الله. وعبدو أنا بقول يعني انا بقول اللي بحب يعني ما يخبي، عمره ما يخبي، لانه بلا حب ما مش حلو لا الحياه ولا الدنيا ولا. برافو حلو كثير. اكيد نحن تعلمنا من هالتجربه قديش الحب دائما بيكون اقوى وبيكون طاغي على كل الاحاسيس. مشان هيك انا بدي لكم هابي فالنتاين يسرى وعبرو، وشكرا كثير لوجودكم معنا الليله.